المسائية من الميادين وفي عناوين ملفها الوحيد لليلة. بعد انتكاسة عملية النجم الثاقب في البيضاء، قوات هادي والتحالف تتراجع في مأرب. ما أسباب الفشل السعودي؟ الاعتماد على القاعدة في المعارك الأخيرة في اليمن لم يحقق النتائج المرجوة، فهل فكرة الاستثمار في التنظيم سعودية أم أمريكية؟ الصراع بين المجلس الانتقالي وحكومة عدن ينهي فرص التحالف في التفكير بالعودة إلى صنعاء، أي انعكاس لخلاف الرياض وأبو ظبي؟ مساء الخير. من البيضاء إلى مأرب، نتيجة واحدة، انتكاسات ميدانية متلاحقة لحكومة هادي والتحالف السعودي. فبعد الزاهر والصومعة تتراجع الرياض وحلفاؤها جنوبا باتجاه بيحان بعد فشل خطة جديدة لاستعادة المناطق التي خسرتها في البيضاء وإبعاد الجيش واللجان عن أبواب مأرب ومحاولة استنزافهم على أكثر من جبهة. لكن النتائج كانت عكسية، وحققت قوات صنعاء مكاسب جديدة في مثلث مأرب البيضاء لحج. فكيف يمكن تفسير استمرار النكسات الميدانية للتحالف السعودي؟ وأي ارتباط بين جبهتي البيضاء ومأرب؟ حكومة هادي لم تستند هذه المرة إلى دعم التحالف وحده، فتنظيم القاعدة كان الظهير الأساس في هذه العملية. فماذا بعد سقوط ورقة القاعدة؟ وأي دور أمريكي في إعادة الاستثمار في التنظيم الذي تتخذه واشنطن ذريعة لوجودها في اليمن؟ في المقابل، بلغ الصراع بين المجلس الانتقالي وحكومة عدن مرحلة التساؤلات الحاسمة بعد نعي الانتقالي أي محاولة مستقبلية لدخول صنعاء والتهديد بطرده من شبوة بعد اتهامه هادي بالتلهي بالمعارك في الجنوب بدل محاربة الجيش واللجان. مأرب، معركة التحولات الكبرى، هي عنوان مسائيتنا للليلة، وهذه العناوين وزوايا النقاش نطرحها على ضيفينا الليلة. من العاصمة اليمنية صنعاء ينضم إلينا عضو المجلس السياسي في حركة أنصار الله السيد محمد البخيتي. مساء الخير أستاذ محمد. وأيضا نرحب من عمان بمدير مركز القدس للدراسات السياسية الأستاذ عريب الرنتاوي. مساء الخير أستاذ عريب، أهلا بكما. ولكن اسمح لي قبل أن نبدأ النقاش في المسائية أن نتوقف مع تقريرنا الأول. ثمة ترابط وثيق على ما يبدو بين معركة مأرب ومعارك أخرى إلى الجنوب منها تدور بين الجيش واللجان الشعبية من جهة وقوات هادي والانتقالي والتحالف السعودي من جهة أخرى، حيث بات التحالف يخشى من استعادة صنعاء المناطق الجنوبية وليس فقط محافظة مأرب. محمد بوعبد الله. أكثر من معركة يخوضها الجيش اليمني واللجان الشعبية على أكثر من جبهة، محسومة بالنسبة إليهم معركة مأرب، وحسمها مسألة وقت كما يفهم من تغريدة لعضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي، مفادها أن النصر آت، وإن كان تحالف العدوان السعودي يرمي بثقله الجوي، حيث الغارات تحاول وقف تقدم الجيش واللجان في صرواح، ما يعكس هشاشة الخطوط الدفاعية لقوات هادي. وليست في محافظة مأرب وحدها تستعر المعارك، ففي شبوة والبيضاء المجاورتين جنوبا تدور المعارك وصولا إلى لحج المحيطة بعدن عاصمة هادي والانتقالي، ما قد يعني أن الجيش واللجان الشعبية يسعون إلى إنجاز مزدوج في آن. تكمن أهمية مأرب في طابعها الاقتصادي، حيث ثروتها النفطية والغازية، وكذلك شبوة المطلة على بحر العرب، كما يحمل التوجه جنوبا دلالة سياسية هي بسط السيطرة على المناطق الجنوبية بما تمثله فيها عدن من رمزية سياسية. ولعل قوات هادي والانتقال المدعومة سعوديا وإماراتيا تدرك قياداتها بأن المواجهة دخلت مرحلة حرجة باتساع نطاقها إلى مناطق جنوبية، حيث باتت محافظة لحج في دائرة الاستهداف وهي القريبة جدا من عدن. ذاك ما قد يفسر استماتة قوات هادي في الدفاع عن تلك المناطق واستجلابها دعما بالغارات الجوية من التحالف السعودي بعد إدراكها استحالة انتصارها في معركة مأرب، وهو ما قد يكون محاولة لاستنزاف الجيش واللجان الشعبية، بيد أن تعزيزاتهم الأخيرة تؤكد قدرتهم على فتح جبهات متعددة، ولا سيما أن الانتصارات في تلك المعارك سواء في محافظة شبوة أم في محافظة البيضاء ستعزز تطويق مأرب حيث المعركة الكبرى، كما من شأنها تمكين الجيش واللجان من قطع إمدادات قوات هادي والانتقالي.
ويبدو أن صنعاء تريد تحقيق أهداف استراتيجية متعددة لا تقتصر على حسم معركة مأرب، بل أيضا على الاحتفاظ بها ثم نقل المعركة إلى عدن. من جديد أرحب بضيفينا، أبدأ معك سيد محمد لبخيتي. اسمح لي أن أنطلق، صحيح هنالك عدة جبهات يخوض فيها المعارك الجيش اليمني واللجان الشعبية، ولكن بخصوصية وأهمية واستراتيجية البيضاء، عن أي واقع ميداني يتم فرضه من قبل قوات صنعاء بإحراز هذا التقدم الميداني الواسع، خصوصا لمديريتي النعمان والناطع المحاذيتين لمحافظة شبوة؟ وهذه المعارك بتداعياتها، ما الذي تعكسه على باقي الجبهات، على باقي المحافظات، خصوصا وأن نتحدث عن البيضاء التي تشترك بجغرافيتها بامتدادها الجغرافي والمرتفعات بثماني محافظات يمنية تحديدا، خصوصا فيما يتعلق بالشرق، نحن نتحدث عن شبوة. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا كان هدف دول العدوان من التصعيد في مأرب أو يعني في البيضاء هو التخفيف على مرتزقتهم في مأرب، وأيضا إقحام الجنوبيين في المعركة في معركة البيضاء، ولكن طبعا لم يحققوا أي من هذه الأهداف. فعندما تقوم دول العدوان بالتصعيد أو تركيز قوتها في أي منطقة فإنها دائما ما تخسر، ابتداء من معركة حجور مرورا بمعركة كتاب إلى نيم إلى الجوف إلى مأرب إلى ردمان وأخيرا في الزاهر. أيضا لم تستطع دول العدوان تحقيق هدفها في إجحام الجنوبيين في المعركة، حيث تنبه الجنوبيين هذه المرة بأن هدف حزب الإصلاح والإخوان المسلمين من التصعيد في البيضاء هو توريطهم بشكل كبير، ولكنهم تداركوا هذا الأمر. ولذلك ننصح حزب الإصلاح أن الآن أن ينتهز آخر فرصة له ويعود إلى صف الوطن، خصوصا مع تغير موازين القوى التي أصبحت في صالح المكونات السياسية التي تدافع عن سيادة واستقلال اليمن. هل أوصلتم هذه الرسائل تحديدا إلى حزب الإصلاح بتوقيت هذه المعارك أو بعد هذه المعارك؟ نحن نتحدث عن ساعات فقط فصلتنا عن هذا التحرير، عبر مشايخ هذه القبائل أو أي رسائل، مع من تم إيصالها؟ طبعا نحن على تواصل دائم مع القبائل في مأرب وكذلك في البيضاء، وهناك الآن تغير واضح في وعي الكثير من القبائل، وعما قريب سيكون هناك وقفات احتجاجية في محافظة البيضاء وعودة للكثير من المخدوعين والمغرر بهم، بعد أن تكشفت لهم حقيقة دوافع ونوايا دول العدوان، وأيضا بعد أن أدركوا أن النصر في النهاية لابد أن يكون حليف من يدافع عن سيادة واستقلال اليمن. هناك تداخل كبير فيما يتعلق بهذه الجبهة لأطراف عدة دخلت على الخط، نحن نتحدث أيضا إضافة إلى هذه التنظيمات التي زج بها كما ذكرت سيد بخيت، يعني إن كان داعش أو تنظيم القاعدة، كان في هنالك الوجود السعودي، كذلك فيما يتعلق بالدعم الإماراتي، فضلا عن إن كان ضوء أخضر أمريكي. ولكن اسمح لي بأن نفهم وتفسير هذه المعطيات، أين يكمن سر هذا التقدم بهذا الوقت يمكن والفترة الزمنية الغير مسبوقة؟ يقاس ويقال بأنها بتوازي الأشهر الماضية بما حققته قوات صنعاء. أستاذ عريب، بعد فشل كل هذه الخطط الميدانية للتحالف السعودي، عدم أيضا تحقيق الرياض وحلفائها إن كان في الداخل، خصوصا نتحدث في الداخل اليمني، أي مكاسب بهذا المثلث مأرب البيضاء لحج، ما تفسيره برأيكم لهذا هذه النكسات المتتالية للسعودية وحلفائها، ومن يتحكم فعليا بمسار العمليات القتالية؟ يعني كان واضح منذ عدة أشهر بأن القتال على هذا المحور قتال انسحابي تراجعي من قبل قوات هادي من قبل التحالف، كان هذا واضحا بشكل جلي. وما يجري على أطراف مأرب وفي المحافظات المجاورة ما هي إلا عمليات مشاغلة لتخفيف الضغط على مأرب. مأرب أم المعارك، مأرب هي حلقة الوصل والحسم
في هذا الصراع، بالنظر ليس فقط لمكانتها الاقتصادية، طاقة وغاز ونفط وغير ذلك، هي آخر معاقل عبد رب منصور هادي في شمال اليمن، هي آخر معاقل كبرى للتجمع اليمني للإصلاح، هي آخر المعاقل التي يمكن أن تتحشد فيها بعض القوى والجماعات السلفية المنخرطة في القتال في هذا المجال. مأرب تحولت إلى حالة رمزية في هذا المجال. ربما أنصار الله الحوثي يعني بالغوا قليلا في الفترة السابقة في تقدير قوتهم، وربما ظنوا أن مأرب قد تكون لقمة أسهل، ولكن ثبت بالنظر لأهمية هذه المدينة التي ذكرناها بأن التحالف يعني سيضع يعني بكامل ثقله خلف هادي وأنصاره في هذه المعركة، ولذلك استطالت هذه المعركة وطال أمدها بأكثر مما ينبغي، وأصبحت معركة مكلفة جدا سواء على المهاجمين أو على المدافعين عن المدينة. لكن في ظني أن ما يجري في أطرافها الآن هو عمليات دفاعية تراجعية انسحابية، هناك قناعة سياسية أيضا إلى جانب القناعة الميدانية بأن الحرب تكاد تضع أوزارها، وأن الحوثي بات فريقا رئيسيا يعني في اليمن لا يمكن القفز من فوقه. هذه قناعة يعني عبرت عنها الولايات المتحدة، عبرت عنها السعودية، عبرت عنها حتى الأطراف شديدة العداء لهذا التيار، لهذه القوى. لذلك في ظني أن المقاتل يعني في خندق هادي وغيره يعني يشعر بأنه يخوض معركة لا أفق لها ولا مستقبل بهذا المعنى. ثم هناك أيضا في الحقيقة الانقسام السعودي الإماراتي الذي جعل إمكانية توحيد القوى على الأرض وميدانيا عملية صعبة للغاية. يعني القوى المدعومة من الإمارات تنظر لجماعة الإخوان المسلمين بوصفهم خطرا ربما لا يقل إن لم نقل يزيد عن الخطر الحوثي من وجهة نظرهم. ورأينا في مرات سابقة عمليات استهداف مباشرة يعني لوحدات ومجاميع تتبع للتجمع اليمني للإصلاح من قبل سلاح الجو الإماراتي في هذا المجال. قلنا في البداية تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، لكن في الآونة الأخيرة وبعد ظهور الصراع السعودي أو النزاع السعودي الإماراتي إلى العلن في ملفات عديدة، يبدو أن تداعياته على الأرض قد اتضحت، ويبدو أن استنكاف الجنوبيين عن التورط في هذه المعارك، وبعضهم وكثير منهم يعني متأثر ويتبع ويتلقى تعليماته ربما من الإمارات، له علاقة بهذا الصراع. لذلك رأينا ضعضعة وزعزعة وربما انهيارات متلاحقة على هذا المثلث. لكن النقطة الجوهرية في الحقيقة هي على يعني بالنسبة لصنعاء والحوثي على وجه الخصوص، معركة مأرب يجب أن تحسم، وأن تحسم سريعا إن أردنا لهذه الحرب أن تضع أوزارها، وأن مسار السلام والمفاوضات والعملية السياسية أن يشق طريقه. أما أن تبقى حروب مواقع، تقدم وتراجع، انتصارات موضعية، خطوة هنا وخطوة هناك، أعتقد أن هذا النزيف يدفع ثمنه الشعب اليمني ويدفع ثمنه. اسمح لي أستاذ عريب، هذه نقطة مهمة بما ختمت بها أن أحيلها إلى الأستاذ بخيتي. يعني ما رأيكم بظل التساؤلات التي تطرح، لماذا لم يتم عملية حسم معركة مأرب، تحرير مأرب؟ أين هنا التحديات والمعوقات؟ من هي الأطراف التي تتحكم بمسار العمليات في ظل محاولات مستمرة من قبل التحالف السعودي أو من قبل حزب الإصلاح وكذلك حتى القوات المدعومة إماراتيا لاستعادة أو امتلاك زمام المبادرة، فيما هنالك خط هجومي واضح ولكن حتى الآن لم تحرر مأرب؟ ما هي الأسباب؟ ما هي العوائق أيضا بالنسبة لكم؟ طبعا نؤكد على أن تقدم الجيش واللجان الشعبية في مأرب هو تقدم مستمر وفي اتجاه واحد، في اتجاه المدينة، وأنه قد تم تحرير معظم مديريات مأرب ولم يتبقى إلا القليل. وهناك تركيز من قبل دول العدوان ومرتزقتها في مأرب نظرا لأهميتها، سواء من ناحية وجود حقول النفط والغاز فيها أو فيما يتعلق بأهميتها التاريخية، وكذلك تواجد قيادة القوات تحالف العدوان في مأرب حيث تدار معظم العمليات العسكرية من مدينة مأرب. لكن التقدم مستمر، وأنا أؤكد للمشاهدين الكرام بأن القوات اليمنية
قد أصبحت على بعد 16 كيلو متر من مركز مدينة مأرب، وقد تم السيطرة على الكثير من المناطق الاستراتيجية في اليومين الأخيرين، حيث أصبحوا على مقربة من الطلعة الحمراء، وهناك تقدم في اتجاه البلد. أيضا لا بد أن نشير بأن موازين القوى باتت تميل لصالح اليمن على حساب دول العدوان منذ معركة الحديدة، فبعدها عندما قامت دول العدوان بالتصعيد في حجور حفرتها، وعندما صعدت في كتاف وفي الحدود وكذلك في نيم وفي مارب، فعندما تصعد في أي مكان فإنها دائما ما تخسر. الآن تقريبا دخلنا مرحلة جديدة، وهي مرحلة الانهيار الكامل في صفوف دول العدوان ومرتزقة، ثم قد بدأت هذه المرحلة في محافظة البيضاء. هنا يمكن أن تفسر لنا سيد البخيتي، لأنه وصفت قيادات بقوات هادي بأن هذه الانتكاسة تحديدا بمديريتي النعمان والناطع بالبيضاء بالخطأ الاستراتيجي الفادح، لأن هذا ما سيمكن الطرف الآخر، نتحدث عن قوات صنعاء، الجيش واللجان الشعبية، من فرض الحضور العسكري بمناطق جديدة. هنا أي ارتباط ميداني وعسكري ما بين جبهتي تحديدا البيضاء على مسار الأمور فيما يتعلق بمعركة مأرب، وأنت تتحدث عن مرحلة جديدة قد دخلتها؟ نعم، هو كما سبق وقلت أن هدف دول العدوان من التصعيد في البيضاء والتخفيف على مرتزقتهم في مأرب، وأيضا محاولة لإقحام المجلس الانتقالي في القتال، خصوصا وأن محافظة البيضاء تقع يعني تحد ثلاث محافظات جنوبية. وطبعا لم يكن هناك أي اختلالات عسكرية في صفوف دول العدوان تفسر هذا التقدم، عدا تطوير اليمن لقدراتها العسكرية، وأيضا زيادة حالة الوعي في أوساط الشعب اليمني، لأن دول العدوان قد استخدمت أشرس المقاتلين في معركة البيضاء وهم داعش والقاعدة، ولكن مع ذلك لم يصمدوا، حصل انهيار كبير في صفوفهم، وهذا نتيجة كما قلت لتطوير اليمن لقدراتها العسكرية، وسواء فيما يتعلق بالتسليح وفيما يتعلق بالتدريب. أضف إلى ذلك حالة الوعي التي أصبحت بين أوساط القبائل، لأن تنظيم القاعدة وداعش لا يستطيعون أن يتواجدوا في أي مكان إلا عندما يكون هناك حاضنة شعبية قوية لهم، ولكن هذه الحاضنة أصبحت شبه منتهية في البيضاء. أضف إلى ذلك أن أمريكا وكذلك دول العدوان عندما لجأت لاستخدام القاعدة وداعش في معركة البيضاء، والآن هم يقومون بتجميعهم حول مأرب، حول مدينة مأرب، سواء في الجبهة الغربية أو الشرقية، وأيضا في المناطق الجنوبية لمأرب، حيث الآن يتم الاعتماد عليهم. ماذا يعني ذلك عندما تركز دول العدوان اعتمادها على داعش والقاعدة؟ يؤكد أن هذه هي الورقة الأخيرة التي تستخدمها دول العدوان، لأنهم على أي حال هم يتحرجون. أستاذ البخيتي، هل تسمح لي، لأنها جزئية مهمة جدا، باستخدام هذه الورقة والتنظيمات الإرهابية إن كان القاعدة وداعش من قبل التحالف السعودي أو حتى إن كان بضوء أخضر أمريكي، وهنا لابد من توسيع النقاش بها، ولكن اسمح لي بنقطة ذكرتها حينما تتحدث عن مرحلة حرجة والمعركة الكبرى هي معركة مأرب. أستاذ عريب، هل معركة مأرب هي من تنهي الحرب، هي الكلمة الفصل لإنهاء الحرب على اليمن، وهل أدرك الإماراتيون وكذلك السعوديون بأنهم دخلوا بمرحلة حرجة، هذا ما يدفع إلى الاستماتة بهذه الجبهات وما نشهده في الأيام الأخيرة؟ من يكسب مأرب سيكون له موقع مختلف على مائدة المفاوضات، ومائدة المفاوضات والحوار والعملية السياسية ستعقد وستعقد قريبا، وهناك إرادة دولية وإقليمية للحل السياسي. الأزمة اليمنية تقريبا نضجت، لكن عقدة مأرب في الحقيقة أعتقد أنها عقدة مفصلية بهذا المعنى. لهذا السبب نرى أنصار الله يصرون على استعادة مأرب، ونرى عبد ربه منصور هادي وجماعته يعني يستقتلون في الدفاع عن هذه المدينة. الوضع سيختلف تماما على مائدة المفاوضات بناء على نتيجة هذه المعركة الكبرى، ولهذا نرى حالة من المراوحة. واسمحي لي أن
يعني هنا أن أخالف ضيفك الكريم في هذا المجال، يعني منذ أشهر ونحن نسمع أن القوات على ما بعدت 10 كيلومتر 12 كيلومتر 16 كيلومتر 20 كيلومتر من المدينة، ولكن التقدم الجدي لا يحدث. هناك عمليات قتال شرسة وشديدة وقوية، كر وفر، تقدم وتراجع، ولكنها جميعها عمليات موقعية. والقوى التحالف تعمل على تشتيت الهجوم الحوثي على مأرب من خلال فتح عدة جبهات، ولقد رأينا في الأشهر الأخيرة عدة جبهات تفتح للمشاغلة، ليس من ورائها هدف استراتيجي كبير، ولكن للمشاغلة ولإبعاد ولإضعاف زخم وتبديد زخم الهجوم على مأرب في هذا المجال. نعم، إن أمكن للحوثي أن يسترد يعني مأرب، أعتقد أنه سيكون في موقع تفاوضي صلب وفي موقع تفاوضي قوي. شريطة ألا، ولكن أستاذ عريب يمكن أنا سأقاطعك بنقطة رئيسية اختتم فيها التقرير الزميل محمد بو عبد الله. يقال أنه صنعاء أو قوات صنعاء لديها أهداف استراتيجية أبعد فقط من مأرب، أيضا الاحتفاظ بها ونقل المعركة إلى عدن، ما رأيك بهذه المقاربة؟ هذا ما كنت أريد أن أحذر منه في الحقيقة. يعني هذا ما كنت أنا أعتقد أن أنصار الله ارتكبوا خطأ في البدء عندما وصلوا إلى عدن، والمرة إذا فكروا بالذهاب مرة أخرى إلى عدن أعتقد أنهم سيكررون الخطأ ذاته. عدن لا يمكن للحوثي أن يذهب إلى عدن إلا بتحالف قوي ومتين مع قوى يمنية وازنة، وبالذات مع قوى جنوبية وازنة، وإلا ستمتد هذه الحرب لسنوات عديدة قادمة، وكل هذه المأساة الإنسانية سوف تتفاقم. لذلك أعتقد أن الحكمة والتروي والتريث ومستقبل اليمن ومعاناة اليمن ومأساة اليمن تنتهي أن تصمت المدافع بعد أن تحسم معركة مأرب. أما التفكير بقفزات نحو الجنوب نحو عدن وما بعد عدن وغير ذلك، أعتقد أن هذا يمكن أن يتم من خلال توافقات مع قبائل، مع أحزاب، مع تيارات. وهنا أريد أن أفتح قوسين لأركز على الأضيء على ملاحظة وردت عابرة على لسان السيد البخيتي، هي العلاقة مع التجمع اليمني للإصلاح. أنا من الذين يعتقدون بأن هناك فرص لحوار مع الإصلاح، فرص حقيقية بين الحوثي والإصلاح، وأعتقد أن بعض أطراف التحالف، إن لم يكن كل التحالف الدولي، يستهدف الإصلاح كما يستهدف الحوثيين كذلك في هذا المجال. أعرف أن هناك فجوة سياسية، ربما فجوة عقائدية بهذا المعنى، الأمر قد يكون مريح قد لا يكون مريح، ولكن التجمع اليمني للإصلاح هو تنظيم متجذر في اليمن وله قواعد شعبية وله قوة مسلحة وله علاقات إقليمية ودولية لا يمكن التقليل من شأنها. وأعتقد أن المشهد قد ينقلب رأسا على عقب إن فتحت قنوات حوار جدية بين الحوثي وبين التجمع اليمني للإصلاح. سأترك حق التعقيب أستاذ عريب، للأسف نحن مضطرون للذهاب إلى فاصل، ولكن إن كان أن يعقب فيما يتعلق بعدن، وكذلك يمكن أشار قبل قليل السيد البخيتي عن هذه الاتصالات وفتح قنوات الحوار مع حزب الإصلاح، ولكن في معطى جديد ومهم بالبيضاء، المعطى القديم الجديد استخدام ورقة التنظيمات الإرهابية لنهب ثروات الأراضي اليمنية، أدوات الهيمنة كذلك لاستغلالها، كيف ومن قبل من؟ هذا ما سنطرحه في الجزئية الثانية، ولكن اسمحوا لنا أن نذهب إلى فاصل قصير مشاهدينا الكرام، من بعده نعود لاستكمال المسائية، لا تذهبوا بعيدا لو سمحتم. من جديد أهلا بكم في المسائية. بعد تحقيق الجيش اليمني واللجان المسلحة إنجازات ميدانية في مختلف الجبهات، أعيد تفعيل الجماعات التكفيرية كداعش والقاعدة التي حاولت التمدد إلى مناطق جديدة. حاليا يتركز وجود التنظيمين في المحافظات الخاضعة لسيطرة حكومة الرئيس هادي والتحالف السعودي، من حضرموت شرقا حتى ساحل المخا غربا. وجود التنظيمين كثيف في محافظات مأرب وحضرموت وشبوة والبيضاء في معسكرات تدريب وإمداد تضم عناصر وقيادات أجنبية. تمثل مأرب الشريان الرئيسية لتنظيم القاعدة وللموجودين في البيضاء، حيث تتنوع معسكرات التنظيم بين دعوية وعسكرية دعوية. قيادة القاعدة في مأرب
أو في مأرب عفوا ستستخدم عناصرها من بعض قبائل المحافظة للقتال تحت قيادة ما يسمى الشرعية كما يحصل في جبهة جبل مراد. التحالف السعودي قدم للتكفيريين الأسلحة والدعم اللوجستي كما سهل دخول العشرات من التكفيريين الأجانب إلى المناطق المستهدفة حيث ارتكبوا جرائم بحق المواطنين في البيضاء التي رفض أبناؤها أن تكون معظم أو بعض مناطقهم حاضنة لعناصر داعش والقاعدة ومنطلقا لاستهداف المواطنين وتنفيذ الأجندة الأجنبية. إذن مشاركة مقاتلي تنظيم القاعدة في المواجهات العسكرية بين قوات صنعاء وقوات هادي والإصلاح والتحالف السعودي تكشف عمق الشراكة القائمة بين التحالف السعودي والتنظيمات المتطرفة التي تتحرك وفق الرغبة والإرادة الأمريكيتين. تقرير أحمد عبد الرحمن. من المعقل الرئيسي لتنظيم القاعدة في محافظة البيضاء وسط اليمن أعلنت قوات هادي والتحالف السعودي مطلع يوليو تموز إطلاق عملية النجم الثاقب لتحرير المحافظة الاستراتيجية الخاضعة في أغلب مناطقها لقوات حكومة صنعاء، ما يعكس مدى التنسيق الكبير بين الطرفين. قوات هادي والإصلاح والقاعدة مسنودة بمقاتلات التحالف السعودي نجحت بالتوغل في مناطق قوات صنعاء وفي السيطرة على مديرية الزاهر قبل أن تنقلب العملية عكسيا وتفقد ما سيطرت عليه، وتتمكن قوات صنعاء من تحرير مناطق أخرى ونقل المعركة إلى مناطق سيطرة قوات التحالف في الأطراف الشرقية لمديريتي ناطع ونعمان على حدود مديرية بيحان في شبوة. بهذا تكون عملية النجم الثاقب قد فشلت في تحقيق أهدافها المعلنة، لكنها في توقيتها وجغرافيتها أكدت عمق العلاقة بين التحالف السعودي ومن ورائه أمريكا مع التنظيمات الإرهابية، وهو ما أشار إليه مسؤولون في صنعاء باتهام الولايات المتحدة بتحريك أدواتها من القاعدة وداعش في اليمن وبالوقوف وراء العملية العسكرية المستمرة في البيضاء. علاقة ليست جديدة باعتراف قادة القاعدة وداعش بالمشاركة في جبهات القتال إلى جانب قوات هادي والإصلاح والتحالف لتأتي معركة مأرب وتكشف جانبا من تلك الشراكة عززها ارتفاع منسوب القلق الأمريكي المتصاعد مع كل تقدم لقوات صنعاء باتجاه المدينة ومركز المحافظة النفطية لتتضح أكثر مع معارك البيضاء الأخيرة. من مأرب والجوف إلى البيضاء فشبوة وأبين جغرافية مفتوحة للقاعدة وداعش، وعلى مساحاتها الخالية ينشط التنظيمان ويعسكر مقاتلوهما بحماية التحالف السعودي وإشراف أمريكي يقول سياسيون وعسكريون. ولهذا فإن تحرير أجزاء واسعة ومهمة من هذه المناطق مع استمرار العملية العسكرية العكسية لقوات صنعاء ووصولها إلى تخوم محافظة شبوة النفطية جنوب شرق اليمن يمثل ضربة مزدوجة لهذه التنظيمات وللتحالف السعودي ومن وراءه. أحمد عبد الرحمن، صنعاء، الميادين. من جديد نرحب بضيفينا السيد محمد البخيتي معنا من صنعاء وأستاذ عريب الرنتاوي معنا من عمان. أستأنف معك الحوار أستاذ البخيتي إذا أردت أن تعقب بجزئية قبل ذهابنا إلى الفاصل فيما يتعلق إذا ما بعد تحرير المأرب سوف يتم نقل المعركة إلى عدن وإعادة وإمكانية تكرار هذا السيناريو بالنسبة لكم، ولكن في جزئية أساسية كشفت عنها في يمكن الجزئية الأولى أو في الجزء الأول من المسائية حينما تحدثت عن استثمار وإعادة اللعب بورقة التنظيمات الإرهابية كالقاعدة وداعش خصوصا في جبهة البيضاء، كيف تجلى ذلك ومن قبل من تم هذا الاستثمار؟ من قبل السعوديين أم الأمريكيين؟ خصوصا أنه بموجز تاريخي قصير يعني حضرموت عام 2016 كان تحت هذا الغطاء بخروج قيادي داعش وكذلك القاعدة، السيطرة على زنجبار فيما بعد بمحافظة أبين وشبوة، شبوة بعام 2018 بنفس السيناريو نتحدث يمكن خروج مسلحو القاعدة على متن شاحنات صغيرة وقيل وقتها وإعلان يوسف العتيبي بتحرير وهمي لشبوة. كيف يتم الآن بالفعل استعادة الاستثمار بهذه الورقة للتنظيمات الإرهابية في البيضاء؟ أؤكد لجميع المشاهدين الكرام بأن الأولوية بالنسبة لنا هي مأرب.
لأن جبهة مأرب هي الجبهة الفاصلة في المعركة الفاصلة والمصيرية التي يخوضها الشعب اليمني في مواجهة هذا العدوان لأسباب كثيرة، منها أنها أصبحت منطلقا لغرفة عمليات تحالف العدوان، وكل تقريبا كل العمليات العسكرية التي تشن ضد اليمن وكذلك الحصار هو من غرفة عمليات مأرب. لذلك مأرب هي مهمة لطرفي الصراع، اليمن كطرف ودول العدوان ومرتزقتها كطرف ثاني. لذلك هناك استماتة ليس فقط من قبل المرتزقة والسعودية والإمارات، وإنما أيضا من قبل أمريكا وبريطانيا في إبقاء محافظة مأرب بيد الإخوان المسلمين، أو بالأحرى مدينة مأرب وحقول النفط والغاز. طبعا ضيفك الكريم تحدث عن أن هناك فرص كبيرة للتحالف مع حزب الإصلاح أو الإخوان المسلمين، ونحن نقول بالنسبة لنا يدنا ممدودة للتحالف مع كل مع أي قوة يمنية أو إسلامية لمواجهة الهيمنة الأمريكية في المنطقة. ولكن للأسف الشديد أن الحركة الوهابية والإخوان المسلمين وكذلك التيارات المنبثقة عنهم لديهم قابلية كبيرة جدا للتوظيف من قبل أمريكا لمواجهة خصومها في المنطقة. فقد وظفت أمريكا والغرب عموما تلك الجماعات في مواجهة خصومها في المنطقة، سواء كانوا اشتراكيين أو قوميين، كما حصل في مواجهتهم السابقة مع جمال عبد الناصر وغيره. إذن قابليتهم للتوظيف من قبل أمريكا قابلية كبيرة. وطبعا السبب يعود أن هذه الحركات هي نشأت بدعم وتوجيه ربما بريطاني. الحركة الوهابية دعمت بريطانيا، وكذلك حركة الإخوان المسلمين نشأت في أحضان الاحتلال البريطاني لمصر ودعمت من قبل ذلك الاحتلال، وهذا الشيء معروف للجميع. ولكن طبعا ظروف تأسيسها لا ينبغي أن يكون هو الفاصل في علاقتها. لذلك نحن كأمة إسلامية علينا أن نراجع حساباتنا. أنا على سبيل المثال في نهاية الثمانينيات وبداية التسعينيات كنت من المتأثرين بالوهابية والإخوان المسلمين في اليمن كغيري، لأن عاطفتنا الدينية كانت قوية، ولكن هذا يعني لم يدفعني لأن يكون لي عداوات مع إيران أو حزب الله آنذاك. لذلك أنا كنت أستغرب في ذلك الوقت، وكنت دائما ما أتساءل لأنه عندما يكون هناك حملة غربية على إيران أو حزب الله في ذلك الوقت في نهاية الثمانينيات وبداية التسعينيات، أنه قبل هذه الحملة بأسبوع أو أسبوعين تشن حملة شعوة ضد إيران وحزب الله في منابر الإخوان والوهابية في اليمن. يعني أنا كنت أستغرب وأتساءل، رغم أني كنت في ذلك الوقت أنتمي لهم ومتعاطف معهم، لماذا هذا الترابط؟ وأيضا ما كان يثير التساؤل هو أنه لو أن هذه الحملة كانت حملة الوهابية والإخوان على إيران وحزب الله، لو أنها كانت تحصل بعد الحملة الغربية بنقول يعني هم يحاولون استغلال فرصة، لكن أن يبدأوا هم يعني أنه كانوا يأخذوا توجيهاتهم من قبل أمريكا و إسرائيل ولكن عبر قياداتهم. أما بالنسبة يعني للمنتمين الإخوان المسلمين من العامة هم مخدوعين. لذلك أنا أدعو كل المنتمين للإخوان المسلمين والوهابية أن يراجعوا حساباتهم بعد أن ثبت أن أمريكا باتت تستغل مثل تلك الجماعات في مواجهة خصومها في المنطقة وخصوصا محور المقاومة. بخصوص موضوع قضية عدن، كما قلت نحن الأولوية هو تحرير مأرب. طبعا نحن كنا مضطرين في السابق للذهاب إلى عدن، لأن هذه بعد أن فر من صنعاء إلى عدن قام بالتحالف مع الإخوان المسلمين مع داعش مع القاعدة وأعلن الحرب علينا من عدن، وبدأ بإسقاط المعسكرات. أيضا قاموا باستهداف الجوامع في صنعاء حيث سقط في يوم واحد أكثر من 270 شهيد نتيجة لعمليات انتحارية داخل المساجد، وكل كانت الأول مرة في اليمن. لذلك نحن اضطرنا للذهاب إلى عدن، وقد حققنا هدفنا بطرد هادي من عدن بلا رجعة، وذلك يعني كان هدف كبير تحقق بالنسبة لنا.
وأنا أؤكد للجميع أنه بعد أن حققنا هدفنا في طرد هادي من عدن، كنا على تواصل دائم مع فصائل الحراك الجنوبي، وقبل أن يتم إنشاء المجلس الانتقالي وكان ذلك التواصل من أجل ماذا؟ الانسحاب من عدن. نحن كنا على استعداد للانسحاب من عدن وكنا على تواصل، وأنا شخصيا أنا كنت المسؤول في ذلك الوقت في التواصل مع الكثير من فصائل الحراك الجنوبي، وقد أكدنا لهم بأننا مستعدين للانسحاب من عدن ولكن على أن يملأوا الفراغ. أين كانت تكمن المشكلة؟ أن كل الفصائل الحراك كانت متخوفة من الاتفاق معنا يعني وتسليمهم عدن باتفاق، لأن ذلك ربما سيثير ضدهم، بل من المؤكد أنه كان سيثير ضدهم دول التحالف سواء السعودية أو الإمارات، وقد كلمونا صراحة قالوا يعني إحنا لا نستطيع أن نستلمها باتفاق. قلت لهم طيب ما هو الحل؟ أحد المفاوضين اقترح بأن نقوم بعمل تمثيلي بأنهم يتقدمون ونحن يعني نفر من عدن. قلت لهم هذا يعني هذا الطلب غير يعني واضح ان الهدف الاستراتيجي الان بالنسبه لكم سيد البخيتي هو تحرير مأرب، ولكن باقل من دقيقه اسمح لي، كيف تظهر استخدام ورقه التنظيمات الارهابيه كقاعده وداعش بجبهه البيضاء من قبل الامريكيين ام من قبل السعوديين؟ يعني نحن في الوقت السابق كما ذكرنا في التاريخ السابق يمكن منذ عام 2016 حتى الان تظهرت العديد من الادله الدامغه المؤشرات وحتى تقارير أجهزة استخبارات أجنبية ودول غربية عن هذا الدور بجبهة بيضاء، كيف أتمخض هذا الدور؟ قبل معركة الزائر يعني معروف لجميع اليمنيين بأن دول العدوان وعلى رأسها أمريكا قد قاموا بتجميع الكثير من عناصر داعش والقاعدة ليكونوا هم الخط الدفاعي الأول عن المرتزقة وعن المحتلين في مدينة مأرب. يعني هذا الحقيقة بات يعرفها الجميع. وكلما تقدمت القوات اليمنية تقوم أمريكا بإعلان إدانتها عن ذلك، وكان ذلك قبل يعني بالأمس عندما عبرت وزارة الخارجية الأمريكية صحيح. ووصفت نعم بالإجرامية وصفت عملية تحريك نعم بأنه يعني هجوم وحشي. يعني نحن نتساءل لماذا تسارع أمريكا لإبداء إنزعاجها وإدانتها لأي تقدم للقوات اليمنية في مأرب بالذات، رغم أن خط الدفاع الأول عن المرتزقة أصبحوا داعش والقاعدة. بعد ذلك قاموا بالتصعيد في البيضاء طبعا يعني بتوجيهات أمريكية. لماذا؟ لأنه بعد أن قامت داعش والقاعدة باحتلال مدينة الزاهر قاموا بنشر مقطع فيديو، وكان واضح في هذا الفيديو أن من أحتل الزاهر هم عناصر القاعدة، لأنه ظهر أن هناك العديد منهم كانوا يلبسون الزي الأفغاني، وكان أيضا الشخصيات الموجودين في ذلك الفيديو معروفين بانتمائهم للقاعدة وداعش. ومع ذلك لم تتحدث أمريكا، لم يتحدثوا عن جوانب إنسانية للتصعيد في البيضاء أو أن احتلال مدينة الزاهر من قبل داعش والقاعدة، ولكن بعد أن تمكن الجيش واللجان الشعبية من استعادة تلك المناطق قاموا بإدانة ذلك التقدم. هذا يؤكد أن هناك ارتباط مباشر، وطبعا أمريكا وهذا ما فضحته عملية النجم الثاقب سيد البخيتي، لأنه حتى قياديين مثل أبو البراء الصنعاني أو أبو عمر عثمان الأبيني الذين قتلوا بجبهات البيضاء وكذلك مأرب كان في لهم عمليات ثأرية كانت بوقتها تساندهم بالأسلحة بالعتاد حتى بالغطاء الجوي الذي تمنحه أمريكا، والدليل يمكن إسقاط قبل أيام وهذا ما أعلنه العميد يحيى سريع الدفاعات الجوية اليمنية التي أسقطت طائرة تجسس أمريكية من نوع كان إيجل. اسمح لي أن أنتقل إلى أستاذ عريب الرنتاوي بنقطة عن ارتفاع منسوب القلق الأمريكي، لماذا كلما حصل أو أحرزت قوات صنعاء أي تقدم خصوصا على جبهة مأرب يعلو هذا الصوت الأمريكي، ولماذا أيضا تعيد واشنطن الاستثمار بتنظيم القاعدة وهذه التنظيمات أو داعش تنظيمات الإرهابية في اليمن؟ يعني دعينا نتذكر بأن الولايات المتحدة بالذات في فترة الرئيس ترامب دعمت بقوة الحرب السعودية الإماراتية على اليمن، وبالتالي هي لا تريد يعني أن يخسر حلفائها هذه الحرب وأن يخرجوا يجرجرون أذيال الخيبة في هذا المجال.
الصحوة الأمريكية الأخيرة والحديث عن حل سياسي وسحب اسم الحوثي من القائمة السوداء للمنظمات الإرهابية وكل المبادرات الأخيرة جاءت بعد ما يقرب من 7 سنوات من القتال، وبعد تعذر واستحالة تحقيق مآرب وأهداف الحرب السعودية على اليمن. يعني هذه حقيقة، وبالتالي طبيعي أن تنزعج الولايات المتحدة من أي تقدم يحرزه أنصار الله أو صنعاء يعني على هذه الجبهات، سيما وأننا نتحدث يعني عن معركة كبرى على الطريق، وبالتالي الولايات المتحدة ستضطر في مرحلة ما بعد مأرب إلى إعادة النظر في مبادراتها، بأفكارها، بمشاريعها، بتصوراتها للحل النهائي للأزمة اليمنية. وهذا أمر قد لا يكون، والأرجح أنه ليس مرغوبا لا من الولايات المتحدة ولا من قبل الكثير من الأطراف في هذه المنطقة. هذا أولا. ثانيا، للإجابة على سؤالك حول الجماعات التكفيرية والسلفية والجهادية وغير ذلك في اليمن، في 3 حقائق يجب أن تكون واضحة يعني ابتداء. الحقيقة الأولى أننا لم نرصد أن القاعدة وداعش تحالفا في أي ساحة من الساحات أو قاتلا من نفس الخندق والموقع في أي ساحة من الساحات، و10 سنوات من الأزمة السورية كانت تنهض شاهد على هذه الحقيقة. يعني في الوقت اللي كان الجيش السوري يطبق على بعض المناطق اللي فيها قاعدة وفيها داعش، كانت القاعدة وداعش تتقاتلان ولا تأتلفان مع بعضهما البعض في مواجهة تهديد وجودي معه. في أفغانستان الآن طالبان وداعش في أكثر من مكان وفي أكثر من ساحة. لا أدري يعني إن كانت داعش والقاعدة قد غيرتا استراتيجيتهما في اليمن وقررتا الانخراط يعني في حلف واحد في مأرب البيضاء أو في مأرب أو في غيرها. هذا أولا. المؤشرات حتى الآن تدل على ذلك أستاذ عريب، فيما يتعلق حتى بتكتيك الهجمات بالنسبة لداعش هي مشابهة للاستراتيجية التي يعتمدها أو تعتمدها قيادات القاعدة. يا سيدتي يعني أنا مدرك هذا، لكن دعيني يعني أطرح الموضوع من مختلف جنب. النقطة الثانية أن القاعدة في فرع اليمن تاريخيا معد أمريكيا من أخطر فروع القاعدة في العالم، والولايات المتحدة اغتالت أكثر من زعيم للقاعدة في اليمن بعمليات خاصة، وعشرات العمليات الجوية والدرونز والغارات كانت تستهدف القاعدة في اليمن، لأن هذا التنظيم له أجندة دولية، وكثير من العمليات التي استهدفت الولايات المتحدة والغرب كانت تنطلق من عدن إبين بشكل خاص، من القاعدة في عدن وفي إبين على وجه التحديد. النقطة الثالثة وهي المفتاح للحديث، أن السلفية استخدمت، الجهادية استخدمت كسلاح ضد الحوثي منذ زمن ليس بالقصير. علي عبد الله صالح بحروب الستة على صعدة وعلى عمران والمناطق هذه استخدم السلفيين واستجلبهم ووطنهم في تلك المناطق. هذا أولا. المجلس الانتقال الجنوبي، احنا ما بنصيرش نتحدث فقط عن الدور السعودي في دعم السلفيين، ماذا عن الإمارات؟ المجلس الانتقال الجنوبي في جزء من قياداته المؤسسة هم من شيوخ السلفية في اليمن المعروفين، حتى بمن في ذلك الذين عبروا عن رغبتهم الجامعة في زيارة إسرائيل بعد اتفاقات ما يسمى باتفاقات إبراهام في هذا المجال. ثم أن كثير بعد 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 طرد هذه الجماعات من مناطق صعدة وعمران وجوارها، أين ذهبوا بهم؟ ذهبوا بهم إلى المهرة على مقربة من الحدود العمانية، وأسسوا لهم معسكرات ومدارس ومساجد وغير ذلك، وهذا كان تهديدا لعمان وليس فقط تهديد للمهرة وللجنوب اليمني. النقطة الثالثة، يعني السلفيين أيضا مبثوثين في كل التشكيلات العسكرية التي تدعمها الإمارات، العمالقة وغير العمالقة وغير ذلك. لذلك يعني الوجود السلفي في المعارك موجود، لكن هل هو داعش التي نعرفها؟ هل هو تنظيم الدولة الإسلامية التي نعرفها؟ هل هم سلفيون جهاديون وهابيون؟ سميهم كما شئت. قاعدة ممكن، وممكن أن تكون علاقة وطيدة مع القاعدة أو بعض فروع القاعدة، لكن داعش هنا في الحقيقة في أسئلة لأنك كبيرة. أستاذ عريب أشرت إلى الإمارات، اسمح لي يعني هذا السؤال الأخير في المسائية أو المحور الأخير في المسائية، في ظل هذا الصراع ما بين المجلس الانتقالي وحكومة عدن أو حكومة هادي،
إلى أين يفضي هذا الخلاف؟ يعني القيادات تحديدا المتعلقة بالانتقال هي لغت من حسبانها أي محاولات مستقبلية أو الأمال بالدخول إلى صنعاء. أيضا في لديها تهديدات وخوف من طردها من شبوة، حتى أنها تتهم هادي بذلك. إلى أين وصلت هذه المرحلة؟ يعني مثلا الصحافي البريطاني ديفيد هيرست بآخر تقرير له على الميدل إيست آي يقول بعد هزيمة ترامب بدأ الصراع خصوصا في اليمن بين بن سلمان وبن زايد، شبهه بصراع اللصوص. أي مرحلة وصل هذا الخلاف بين أبو ظبي وكذلك الرياض، وإلى أين يفضي بالنسبة لتقاسم هذه المصالح؟ أستاذ عريب، السؤال لك قبل أن ننتقل إلى السيد البخيتي. يعني الصراع محتدم، يعني وأعتقد أنه صراع، يعني أنا بعتقد بواكير الأزمة بين السعودية والإمارات بدأت في اليمن، يعني قبل أوبك بلس وقبل كل هذا التطورات الأخيرة التي حصلت. ونحن كنا نشهد حرب الوكالة بين السعودية والإمارات في اليمن، عمليات الاغتيال، كم محافظ اغتيل في 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 عدن وغيرها من المدن الجنوبية، المعارك، العمليات التي كانت تسمى بالخطأ وكانت تستهدف يعني قوات العبد ربه منصور هادي والتجمع اليمني للإصلاح، معارك الكر والفر بين الانتقال وعبد ربه منصور هادي، يعني بما في ذلك عملية استهداف الحكومة في المطار وغير ذلك. لذلك نحن نتحدث، هذا سر مفضوح ويعني وذائع وشائع بهذا المعنى. والآن أعتقد أنه قد يحتدم، وقد يحتدم أكثر بهذا المعنى في ظل هذا، يعني تظهير هذا الصراع الإماراتي السعودي في هذا المجال. لكن دعيني هنا بمناسبة وجود السيد البخيتي معنا على الخط، هناك قطبة مخفية في الحقيقة، يعني المراقب للمشهد اليمني بحب أن يتعرف عليها. يعني هناك من القوى الصلبة في اليمن المدعومة من الإمارات لا نرى في الحقيقة حالة اشتباك بين الحوثي وبين يعني عدد. سبقتني يا أستاذ عريب بهذه النقطة، كنت سأسأل إذا كان في نوع من الهدنة. علاقة تسمح لي أستاذ عريب، لأنك أثرت هذه المسألة وهذا السؤال أنا أطرحه على سيد البخيتي. يتم التساؤل لماذا المواجهة والاشتباك المباشر فقط مع قوات هادي، مع قوات الشرعية كما توصف، وكأنه في نوع من الهدنة مع الانتقال الجنوبي أو القوات المدعومة إماراتيا. ما هو ردكم وما هو تفسيركم لهذا التساؤل؟ كان هناك هدنة فيما بيننا وبين الإصلاح في مأرب ونعم والجوف وكذلك في تعز، بينما كانت المعارك مشتعلة في الساحل الغربي وفي الحدود، ولم نصعد في مأرب ونعم والجوف إلا بعد أن قام حزب الإصلاح بالتصعيد هناك، وربما بضغط من دول العدوان ضغطوا عليه فقام بالتصعيد هناك. طبعا الإمارات لا زالت شريك في العدوان على اليمن، وهي لن تنهي تدخلها، ولكن قللت تدخلها إلى حد كبير جدا في الحرب على اليمن. وطبعا هذا كان له أثر طبيعي في الميزان، وهذا يؤكد حكمتنا وأننا لا ننطلق من منطلق العداء، وإنما ننطلق من منطلق الدفاع عن النفس، وأننا نستمد شرعية معركتنا من حق الدفاع عن النفس، وأنه عندما توقف دول العدوان تدخلاتها في اليمن فإن اليمن على استعداد بأن يكون هناك علاقات طيبة سواء مع السعودية أو مع الإمارات. فهذا الشيء لا يعيبنا أن في تقاطع مصالح سيد بخيتي بين أنصار الله والانتقال الآن؟ طبعا كما الاخ تحدث عن فرص يعني التحالف مع الاصلاح والتقارب مع الاصلاح، انا كما قلت يدنا ممدوده للجميع، ولكن كل الاطراف في اليمن يواجهون مشكله كبيره مع التقارب مع الاصلاح. لماذا؟ لان لدى حزب الاصلاح نزعه للانفراد بالقرار السياسي واستخدام غيره في المواجهات العسكريه، وايضا حزب الاصلاح ليس واضح، يعني ما يقوله غير ما يقتنع. وضحت الفكره استاذ البخيتي، اسمح لي لانه ايضا كذلك الحراك الجنوبي يعني وصلت الفكره الموضوع. سيد البخيتي، بقي لي اقل من 20 ثانيه، لديك تعقيب سيد عريب الرنتاوي على ما ذكره بالنسبه للعلاقه مع حزب الاصلاح وحتى ان كان هنالك تقاطع مصالح مع الانتقالي؟
أنا أربط المسألة أيضا، يعني ربما يكون هناك تقاطع مصالح مع الانتقالي، ولكن أربط المسألة أيضا بالعلاقات الإماراتية الإيرانية بشكل خاص. يعني برغم المواقف الإماراتية المعادية أو المناهضة لإيران، إلا أننا نتحدث عن علاقات تجارية واقتصادية و17 مليار دولار تبادل تجاري، وثاني أكبر شريك تجاري وغير ذلك. هذا عامل أيضا ربما يكون يجب أن يؤخذ بنظر الاعتبار في تفسير ما يجري على المشهد اليمني، لأنه العلاقات الإقليمية تلقي بظلالها مباشرة على مواقف الأطراف في هذا المجال. لكن في موضوع الإصلاح، وبالرغم من إدراكي لكل الملاحظات اللي سجلها السيد البخيتي في هذا المجال، إلا أنني أعتقد أن علاقة بين الحوثي والإصلاح من شأنها أن تقلب المشهد اليمني رأسا على عقب، وأن شكرا. تعيد تشكيل المشهد بمعادلات مختلفة. شكرا جزيلا لك أستاذ عريب الرنتاو، مدير مركز القدس للدراسات السياسية، كنت معنا من عمان. الشكر موصول لك سيد محمد البخيتي، عضو المجلس السياسي في حركة أنصار الله، كنت معنا من صنعاء. شكرا جزيلا لك. ودائما للمزيد من الأخبار والتقارير إضافة إلى البث المباشر، يمكنكم زيارة موقع الميادين مشاهدينا الكرام، الميادين.net، باللغات العربية، الإسبانية وكذلك الإنجليزية. المسائية انتهت، في أمان الله.